أروى بتقول متجوزة من هي في ثالثة ثانوي، واتفقت مع الخاطب بقى ساعتها يعني ان هي تكمل تعليمها، لكن بعد الجواز قال لها مش الولاد اولى بالفلوس او بناتك اولى بالفلوس. يعني لو كان ده شرط احنا اخدناه على الزوج قبل الزواج فالاصل انه يلتزم به، لان المسلمين على شروطهم كما جاء في الحديث النبوي الشريف، يعني على الإنسان المسلم أن يلتزم بما أوجب على نفسه، بأنه وعد أنها تكمل تعليمها فكان يجب عليه أنه يفي بما وعد، أما وهو الآن لا يفي بما وعد. طيب أنا دلوقتي بعد ما اتجوزت وأنجبت وجاي يقول لي الأولى بالفلوس، الحالات دي الأمر بيحتاج بقى فيها بعد الجواز والخلفة وكده الحكمة وحيلة، ونحاول نحن نوصل معه على اتفاق عشان نراعي جميع الجوانب، مش عشان هو حقي وهو خالف الوعد ابتدي ان احنا نولع البيت بقى وتبقى حريقة البيت وبعد كده الامر يبقى مشكلة كبيرة وما نقدرش نوصل لحل ونفسد استقرار البيت. لا مش ده الكلام، لكن هبتدي اتكلم هقول له انا هحوش ده وهحاول انه ما يجيش على انت وعدتني بالامر ده، واكيد انا لما اتعلم واكمل تعليمي ده هيعود بالفائده على ولادي كمان، اعرف اذاكر لهم اعرف اكون معاهم، وده شيء يعني يشرفهم ويشرفك. يعني ناقشي وادعي ربنا وصلي كل يوم ركعتين لله كده، سالي الله سبحانه وتعالى انه يلين قلبه انه يرجع يفي بما وعد، وان شاء الله من يتحرى. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث ومن يتحرى الخير يعطى، طالما انت صادقه النيه في ذلك هتوصلي ان شاء الله، ربنا هيسر لك هذا الطريق وسلي الله من فضله.